عايزه بس قبل ما اطلع فاصل احب يعني الحقيقه اني اوجه تهنئه خاصه جدا لكابتن احمد شوبير نجم وعلم من اعلام حراسه المرمى في النادي الاهلي بمناسبه عيد ميلاده. يمكن لما بنتكلم على قائمه كده من حراس المرمى بيبقى اولها على راسها كده كابتن احمد شوبير، وقد ايه ليه تاريخ كبير قوي مع النادي الاهلي. وطبعا ما ننساش كاس العالم 90 نجم منتخب مصر. والحقيقه انه كابتن احمد شوبير مش بس لاعب كبير وكلنا بنفخر بيه ان هو طبعا نجم من نجوم النادي الاهلي، ولكن كمان اعلامي كبير ودايما متالق الحقيقه على الشاشه ودايما بيمتعنا. الحقيقه انه فريق اعداد السادسه عملوا حاجه كده هديه لكابتن احمد شوبير. نروح نشوف التقرير ده ونرجع نكمل حلقتنا. أيوب كرة القدم المصرية، لقب ارتبط باسم واحد من نجوم حراسة المرمى الذين أنجبتهم الساحرة المستديرة وأحد أبناء النادي الأهلي المخلصين الذين دافعوا عن عرينه لسنوات طويلة، حقق فيها إنجازات كبيرة محافظا على نظافة شباكه في مباريات كثيرة متتالية. أحمد عبد العزيز شوبير والشهير بأحمد شوبير، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي الملقب بأيوب الكرة المصرية، من مواليد 28 من سبتمبر عام 1960 في طنطا بمحافظة الغربية. انضم إلى النادي الأهلي قادما من نادي طنطا عام 1984، ولعب أولى مبارياته الرسمية عام 1984 في ظل وجود حارسي الأهلي الشهيرين إكرامي وثابت البطل، عندما شارك أمام النادي الأولمبي السكندري في مايو عام 1984، حافظ على نظافة شباكه في أول ثماني مباريات رسمية له. وفي الموسم التالي تألق في مباراة في كأس مصر أمام الزمالك، حيث لعب الأهلي بفريق من الناشئين وفاز 3-2 بعد أن نجح شوبير في التصدي لضربة جزاء في الوقت الإضافي للمباراة. يعتبر الموسم الأخير له 1996-1997، وهو الأشهر له طوال مشواره مع الفريق، حيث جمع الأهلي بين بطولتي الدوري والكأس والبطولة العربية. ويحتفظ شوبير برقم قياسي في حراسة مرمى الأهلي على مدار 9 سنوات متتالية، بالإضافة إلى أنه الحارس الوحيد الذي نجح خلال 13 عاما في الحفاظ على سجله خالي من الهزيمة خلال مباريات الكأس التي شارك فيها. ساهم شوبير مع الأهلي في الفوز بالعديد من البطولات محلية وإفريقية وعربية، وهي 7 بطولات دوري عام، 5 بطولات كأس مصر، 6 بطولات إفريقيا، وبطولة للأفرو أسيوي، وبطولتان عربيتان. كما شارك مع المنتخب المصري في 105 مباراة، واستقبلت شباكه 84 هدفا، ويعد أحد العناصر الأساسية مع الفراعنة في بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 1990، وتوج مع منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية عام 1986، والميدالية الذهبية لدورة الألعاب الإفريقية عام 1987، والميدالية الذهبية لدورة الألعاب العربية وكأس العرب عام 1992. وعلى المستوى الشخصي حصل على المركز السابع كأفضل لاعب إفريقي من قبل فرانس فوتبول عام 1989، وخامس أفضل لاعب كرة قدم إفريقي من قبل فرانس فوتبول أيضا عام 1990، وأفضل حارس مصري عدة مرات، وأفضل حارس عربي أعوام 87، 89 و96. بعد أن اعتزل أحمد شوبير كرة القدم، اتجه للتعليق على مباريات كرة القدم قبل أن يصبح أشهر مقدمي برامج رياضية لفترات طويلة عبر شاشات العديد من القنوات الفضائية المختلفة، كما خاض انتخابات اتحاد الكرة ووصل لمنصب نائب رئيس الاتحاد، كما انتخب عضوا في البرلمان المصري عن مدينة طنطا. كل سنة وانت طيب يا كابتن شوبير.